يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أيهما أفضل، أن يحافظ في صلاة الوتر على قراءة هذه السور الثلاث الأعلى والكافرون والإخلاص، أم الأفضل أن يفعلها تارة ويتركها أخرى؟ الأفضل المداومة عليها، الأفضل المداومة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، لكن لو تركها بعض الأحيان فلا بأس، خصوصا إذا أراد أن يعلم الناس أنها ليست واجبة. نعم.